ارميه قال الكلمات دي في سفر ارميه اصحاح 32 وآية رقم 17. قال: ايها السيد الرب، ها انك قد صنعت السماوات والارض بقوتك العظيمه وبذراعك الممدوده، لا يعصر عليك شيء. في يوم من الايام ربنا سال طلب من ارميه طلب غريب قوي. قال له ايه؟ قال له: ارميه، انت معاك قرشين فاضلين. قال له: رب، انت شايف فاضل القرشين اللي معايا يعني بصيت عليهم؟ قال له: بص، في ارض في الحته الفلانيه، روح اشتريها. ارميه عمل كده سيرش اللي ادور على ريال استيت، لقى حته الارض اللي ربنا طلبه انه يشتريها موجوده في حته بره اورشليم، في حته تحت زي ما بيقولوا الحصار، تحت الاعداء. وقال له: رب، اشتري ارض عليها نزاعات وعليها مشاكل، ده استثمار ضايع خالص. عايز اروح اشتري بس حته ارض في غزه مثلا دلوقتي. رب قال: روح اشتري ارض. وكانت فكره ربنا بيقول كده من خلال هذا الامر: انا عايز تصدقوا ان انا هديكم الارض وحرركم من الاعداء وهبوا اورشليم. بس القرار في وقتها كان صعب قوي على ايديه. مين يرمي فلوسه؟ مين يرمي عمره؟ مين يدي وقته؟ كان القرار صعب. لكن ارميا لقى نفسه وهو بيفكر في ربنا وقال له: يا رب، انت قادر على كل شيء، انت صنعت السماوات والارض، مين انا علشان اقول لك لا انا مش هديك القرشين دول؟ ده هم دول اللي حياتي في ايام الصعبه، ده انا ما عنديش غيرهم، ده انا في ضيقه. اذا انا خرجتهم دلوقتي واشتري ارض، اشتري ارض بايظه، اشتري ارض ملهاش ثمن. ده اللي عمله ابراهيم في يوم من الايام لما قال له: اخرج من عشرتي، اروح فين يا رب؟ انا اقول لك تصدقني هذه الخمس خبزات، طب وناكل ايه يا رب؟ انا هقول لك. ارميا كان في الصراع، لكنه لما هدف لا يعصر عليك رب، انت خالق السماوات والارض، لقى نفسه هادي، روح اشتري، راح اشترى الارض، راح حط فلوسه، كان واثق في ربنا. هل ربنا بيمتحننا؟ هل احنا صدقينه؟ صدقينه ندي الفلسين اخر حاجه عندنا؟ صدقينه؟ صدقين ندي معاه الحياه؟ مصدقين نطيعه حتى في امور شكلها غريب؟ ادي، اخدم، ضحي، اضحي بمين يا رب؟ وادي مين يا رب؟ انا السيد قد صنعت السماوات والارض. ارميا وثق في ربنا، مش كده؟ الترنيمه دي لما نرنمها برضه عايز نفتكر قصتها، عايزين نفتكر قصتها. يا رب انا عندي عدم، يا رب ما عنديش ثقه كامله فيك، يا رب خليني اصدقك وانا بخدمك وانا بدي من وقتي وانا بدي من صحتي وانا بضحي. ابليس يجي يقول لي: انت هتضيع، في حد يعمل كده؟ روح كنز، اشتري، اكسب، ما انتش عارف الايام الشريره. انا مصدقك يا رب. اذا انت عايز الخمس خبزات هديها، اذا انت عايز العمر هديها، اذا انت عايز الصحه هديها. انا مش خايف لان انت خايف. قصه ابطال في الكتاب المقدس واحنا بنتعلم، تعالوا نرفع مستوى فكرة التفاؤل. أيها السيد،